اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعاً لأصحابه. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, sungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafi'an, menjadi penolong bagi kamu. Sekarang merujukkan surah Al-Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أمده وأقمره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا والزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم كفرة فجرة.